ادخلي. انا بصراحه ما بقتش فاهمك خالص يا نبيل، ومش فاهم ايه المطلوب مني، واحنا الاثنين رايحين نقابلكم عند جورج. المفروض اقول لها انا اسف جدا مش هركب معاكي، عشان لهانم مراتي محرجه على اركب مع واحده ست؟ هتضربيني مثلا؟ المفروض هي اللي كانت تحس على دمها وما تركبكش معاها. احتراما لمشاعري يا اخي. لا وايه، متطلقه؟ هي ايه متطلقه دي؟ هي متطلقه دي بقت شتيمه دلوقتي؟ بقول لك كان فين دكتوره راجل، دي ست محترمه جدا وفي منتهى الاخلاق على فكره. دافع عنها كمان، قول كمان، قول واحرق في دمي. وبعدين تعالى لي هنا، فين بقى عربيه الداخليه؟ هو انا من امتى بستخدم عربيه الداخليه في مشاويري الخاصه يا نبيل؟ ماشي ماشي يا حسام، بس اعتبر ان ده اخر انذار ليك. لا 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 لا، ده اخر انذار ليك انت. ايه؟ ايوه، اخر انذار ليك انك تتكلمي معايا بالشكل ده يا نبيل، لان اقسم بالله ما هعديها لك المره الجايه، وتصبحي على خير علشان الليله دي تعدي على خير، وانا طالع انام في اوضتي بالجيش. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا محرج منك جدا بصراحة، كل يوم تأخير وسهر، بس والله النهاردة غصب عني. ولا يهمك يا رائف، ما تقولش حاجة. يعني بنتقل عليك كتير. مفيش حاجة والله، المهم قول لي أخبار حسنى إيه؟ لا حسنى موضوعها موضوع كبير قوي، عايز قاعدة. ايه اللي حصل طيب احكيلي. لا ما مش هينفع بقى، انت لازم اقوم اوصلك دلوقتي، انت اتأخرتي. لا ما تقلقش، انا بابا اصلا هيعدي عليا يوصلني. وكمان تعبتي عمي معانا. الكلام ده بس، مش احنا اهل ولا ايه؟ طبعا اهل. سوري معلش. الو. ايوه ازيك، عاملة ايه؟ لا 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 ما فيش حاجة، دي كانت مشكلة عند واحدة جارتنا كده. لا لا مش هينفع احكي لك دلوقتي بقى، ممكن شوية كده اكلمك. ها شويتين واكلمك. يلا مع السلامة. مع السلامة. احنا كنا بنقول ايه؟ لا ولا حاجة، شوف لو عاوز تكمل تليفونك عادي، يعني انا اصلا كده شوية بابا هيعدي عليا يوصلني. لا لا دي صحفية متابعة قضية بابا وبتكلمني كل شوية تتابع، يعني ما فيهاش حاجة خالص يعني. حسنى لا موضوع حسنى ده، تخيلي انه بنتها اتغرست في حاجة كده وبعدين هربت والبوليس راح قبض على حسنى، كانت عايزة كفالة. سوري يا حبيبي لو اتأخرت عليك. لا يا حبيبتي ما تأخرتيش ولا حاجة، عمك ازايه؟ انا كان نفسي اطلع اشوفه بس انت قلتيلي ده نايم. الحمد لله يا بابا بيتحسن الحمد لله. طب وبعدين في الحاله اللي انت فيها دي يا نسرين؟ حاله ايه؟ مش فاهمه. سايبه شغلك وحالك وقاعده جنب عمك. يعني وانت عايز نسيب عمي وهو تعبان كده؟ يا حبيبتي ثابت ده يبقى اخويا، وانت مهما حبيتيه مش هتحبيه قدي، لكن لازم تعرفي ان انا ما بحبش حد في الدنيا دي كلها قدك. انت امك الله يرحمها ماتت وسابتك ليا، وانا عشت عمري كله علشانك. يا حبيبي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، بس انا برضو يعني مش فاهمه وانت بتقولي الكلام ده دايما دلوقتي. لان الحاله اللي فيها عمك دي هتطول، وممكن تطول قوي كمان. وبعدين هتسيبي نفسك كده لغايه ما يرفدوكي من شغلك؟ ايوه يا بابا، يعني بس اعمل ايه طيب؟ مفيش بس، انا لازم اكلم رائف يشوف لنا حل. والنبي يا بابا ما تكلم رائف في حاجه. طب وبعدين؟ ما هو الوضع ده مش ممكن يستمر بالشكل ده ابدا. ما تقلقش، عمي اصلا ابتدى يتحسن، ومن بكره هيبتدي جلسات العلاج الطبيعي وهيبقى زي الفل. حاضر، استنى شويه عشان خاطرك، بس مش هستنى كتير. حاضر.